أحسن الله إليكم. في سؤال آخر تقول: هل يجوز المسح على الشراب في غير فصل الشتاء؟ وهل يجوز المسح عليها إذا لم يكن هناك مشقة في نزعها؟ أم لا بد في المسح أن يكون هناك مشقة؟ أفتونا مأجورين. إذا كان الشراب يستر الرجل ويضفي عليها والإنسان بحاجة إلى لبسه فإنه يمسح عليه، يجوز له المسح عليه بدل غسل الرجلين سواء كان في الصيف أو كان ذلك في الشتاء، ولو كان خلعه لا يشق عليه فإنه لا يلزمه الخلع ما دام أن هذا الشراب تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أن يكون ساترا لجميع الرجل وأن يكون ساترا لجميع الرجل بحيث لا يظهر شيء منها، أن يكون ضافيا على محل الفرض بأن يستر الكعبين وما تحتهما من الرجل. نعم.